الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى، وإن كان لغية، يعني وإن كان من غي ضد الرشد والهداية، إن كان ابن ضلال أو ابن زنا، وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، لأنه ولد على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق جميعا على فطرة الإسلام. يخرج الناس من بطون أمهاتهم إلى دنيا الناس عالم البشر ومعهم فطرة الإيمان التي فطرهم الله عليها. ما يحدث بعد ذلك من تغيير أو تبديل لاعتقاد فهذا راجع لمؤثرات أخرى من الأهل والأبوين والأسرة ونحو ذلك. من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. يعني هناك من يخرج من بطن أمه فمجرد أن يخرج يستهل صارخا، حتى لو مات مباشرة بعد ذلك أدرك جزءا من الحياة، فما دام قد استهل صارخا فإنه يصلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، يعني لم تكتمل خلقته بعد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أطوارا لخلق الإنسان في بطن أمه، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فلذلك عندما يخرج من بطن أمه يستهل صارخا، أدرك جزء من الحياة، إذن يصلى عليه. من لم يستهل صارخا يكون سقط، يعني لم تكتمل خلقته بعد، فلا يصلى عليه. وفي الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فهذه 120 يوما، 40 يوما نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، 120 توازي 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح في هذه المرحلة التي اكتمل فيها تمام 4 أشهر، 120 يوما، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. حسن الخاتمة، رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة. فالذي يكتمل هذا القدر من الأيام أو الشهور ووصل إلى هذه المرحلة، إذا استهل صارخا يصلى عليه، وإلا فهو سقط لا يصلى عليه. وذلك لما للصلاة من تشريع من رب العالمين لرحمة المتوفى، ولطلب الغفران له، لأن صلاة الجنازة عبارة عن 4 تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية الواردة في التشهد، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة يدعو له وللميت ولسائر المسلمين. شرعت رحمة ورفقا بمن أفضى إلى ربه وانتقل إلى جوار الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فالذي استهل صارخا عند خروجه من بطن أمه أدرك حياة فيصلى عليه، أما الذي لا يستهل صارخا فلا يصلى عليه، لأنه سقط فلا يصلى عليه. فقال ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وهذا التعبير تعبير يفيد الحصر، أي أن جميع المولودين بلا استثناء، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما هي هذه الفطرة؟ أهي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، كما ورد في حديث 10 من الفطرة و5 من الفطرة، أم هي كما رأى البعض الدين والإسلام؟ إنه يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على الخلقة، على فطرة الإيمان التي فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. إذن فلماذا نرى من يكون مسلما ومن يكون يهوديا ومن يكون صرانيا ومن يكون مجوسيا، ما دام الجميع على الفطرة؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة. يأتي بقية الحديث ليوضح لنا: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما طرأ من تغيير على هذه الفطرة هو بفعل والديه ونشأته أو أسرته. فالفاء هنا للإلصاق أو للسببية، فأبواه أبوه وأمه يهودانه، يجعلانه يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصرانه إن كان نصرانيين، أو يمجسانه إن كان مجوسيين. فهذا الذي ألصق به وحدث
بسببه التغيير هو من الأبوين، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ونشأته على الإيمان أو نشأته على غير فطرة الإيمان يرجع ذلك إلى من أحدث التغيير في حياته. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل ترون من جدعت، يعني قطعت أذنها أو أنفها أو نحو ذلك، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء مقطوعة الأنف أو الأذن أو نحو ذلك؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وأورد بعد هذا الحديث حديثا آخر قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أي أن هذه الفطرة التي فطر الله الخلق عليها لا يحدث لا تبديل ولا تغيير لخلق الله، إنها فطرة الإيمان. فالطفل المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهل صارخا يصلى عليه. إن كان المولود على هذا النحو فكل مولود يولد على فطرة الإسلام، على الفطرة الإسلامية. ما الذي حدث؟ البيئة، الأسرة لها أثر في سلوك الإنسان وفي اعتقاده. فيتضح لنا أن فطرة الله هي فطرة الإيمان، فطر جميع الخلق عليها إيمانا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا نرى أن كل مولود يفد إلى دنيا الناس وعالم البشر، وأن كل من يخرج من بطن أمه يخرج ومعه فطرة الإسلام، فطرة الإيمان التي فطر الله، يعني خلق الله الخلق عليها. فطرهم ربهم على أن يكونوا مؤمنين بالله حقا، على أن يكونوا على يقين بأن خالقهم ورازقهم ومنشئهم وبارئهم هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. جميع الخلق بفطرته، ليس لأحد دخل ولا يستطيع أحد أن يتدخل
في شأن هذه الخلقة ولا في شأن هذه الفطرة، لأن الذي فطر الخلق عليها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذا جاء الأسلوب بأسلوب الحصر بالتعبير البلاغي القوي، ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، أي مولود كان، لا يوجد أحد على ظهر الأرض إلا يولد على الفطرة وهي الخلقة أو هي الإيمان وفطرة الإيمان. أسلم له من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، وأخذ العهد والميثاق عليهم وهم في ظهور آبائهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكان هذا العهد والميثاق أخذ عليهم قبل أن يخرجوا إلى دنيا الناس وعالم البشر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذا تقول الآية أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل يسلمون لله، يشهدون بلسان المقال أو بلسان الحال. فلسان الحال يشهد أن هذا الكون بأرضه وسمائه ببحاره وأنهاره بمخلوقاته جميعا كلها شاهدة بأن لهذا الكون إلها خلق فسوى وقدر فعل، شاهدة بأنه الذي فطرها ولم تكن شيئا مذكورا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم الذي تستقيم به الحياة ويستقيم به شأن الناس، وهم على يقين أن الذي أوجدهم وأن الذي خلقهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولم يستطع أحد ولن يستطيع أن يخلق أبسط شيء ولو ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، وإنما الذي تفرد بهذه الفطرة هو رب العالمين. ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة. إذن وجب على الناس جميعا أن يفيقوا من سباتهم وأن يتنبهوا إلى ضرورة الإيمان بربهم الذي فطرهم، فهو فاطر السماوات والأرض، وأن لا يحيدوا وأن لا ينحرفوا وأن لا ينجرفوا وأن لا تسوء أخلاقهم أو عقائدهم. لكن حدث وأساءوا وغيروا، فما السبب؟ يقول الحديث ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة الذي حدث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يخرج فيجد والدين على غير ملة الإسلام أو خارجين عن الفطرة، فهما اللذان يغيران هذه الفطرة. ويشبه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بالبهيمة، كما تنتج البهيمة وتولد البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ لا شيء قطع من أنفها أو أذنها أو أي عضو منها. ثم يقرأ أبو هريرة الآية الكريمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم
الذي يوقن الناس فيه بأنهم مربوبون ومخلوقون ومفطورون بيد القادر سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، فوجب عليهم أن يؤمنوا به وألا ينحرفوا عن رشده وهداه سبحانه وتعالى. فيستنبط من هذا الحديث ما يأتي، أن كل إنسان يولد على الفطرة، وأن الطفل المولود بين الأبوين المسلمين أو أحدهما مسلم إذا مات وقد استهل صارخا يصلى عليه، وأن كل مولود يولد على فطرة الإسلام. ثالثا، للبيئة أثرها في سلوك الإنسان واعتقاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.